رعى معالي محافظي البنك المركزي السعودي سامة الأستاذ أيمن السياري إطلاق مبادرة تكريم وتعليم بين صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والبنك العربي الوطني، التي تستهدف تقديم أكثر من 370 منحة تعليمية جامعية متنوعة ومستدامة تكفل بها البنك العربي الوطني لأبناء وبنات الوطن المستفيدة أسرهم من الصندوق للدراسة الجامعية ابتداء من العام الدراسي الحالي. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد أبو عباه، مدير عام إدارة المستفيدين بصندوق الشهداء والمصابين والمفقودين. مساء الخير دكتور أحمد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومساء النور. الله يحييك دكتور. حدثني أكثر عن مبادرة تكريم وتعليم اللي أطلقتموها مع البنك العربي. في البداية أرحب بكم جميعا، ولا يفوتني في هذه المناسبة أنا أذكر توجيه مولاي خادم الحرمين الشريفين الذي ذكر في أكثر من مناسبة أنه يفخر بالشهداء والمصابين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل العقيدة والوطن، ويؤكد دوما مولاي أن أسرهم ستظل دوما موضع العناية والاهتمام. وكذلك مقولة سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الصندوق في مقولته الشهيرة: إن راح منكم أب أو أخ أو ابن ترى الملك وأنا والشعب السعودي نسد محله. من هذا المنطلق سعى الصندوق في برامجه للتمكين من خلال البرامج التعليمية والتدريبية إلى توقيع اتفاقية مع البنك العربي الوطني برعاية البنك المركزي. هذه المبادرة تقوم على دعم أكثر من تقريبا 400 مستفيد في برامج الجامعة السعودية الإلكترونية التي تتألف من عدة مسارات. المسار الأول هو مسار الدبلومات ما بعد الثانوي، والمسار الثاني هو مسار دبلومات ما بعد الجامعي، والمسار الثالث هو مسار درجة البكالوريوس. قام الصندوق بالتعاون مع البنك العربي بدعم أبناء المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط الجامعة السعودية الإلكترونية، وبالتالي ما يقوم به الصندوق هو تمكين لهؤلاء من خلال برامج التعليم ليتمكنوا من الحصول على التعليم المناسب، وبالتالي المنافسة في سوق التوظيف والحصول على دخل دائم. وهذا هو أهم مكونات التمكين الذي يسعى إليه الصندوق دائما. مذكور حسب الخبر دكتور أنه هذه المنحة هي منحة تعليمية جامعية متنوعة ومستدامة. وش المقصود مستدامة؟ يعني هل راح نشوف برامج أخرى ومنح أخرى تقدم غير هذه الحزمة اللي هي 300-400 منحة؟ المستدامة المقصود فيها عدة أوجه. الوجه الأول أن هؤلاء الطلبة سيتم دعمهم وسداد رسوم الدراسة طول أيام الدراسة، بمعنى إذا كان الدبلوم يتألف من سنة واحدة سيقوم الصندوق بالتعاون مع البنك العربي بسداد الرسوم للترم الأول والترم الثاني. وكذلك إذا كانت البرامج الدبلوم ما بعد الجامعة تستمر سنتين أو سنتين ونص، وكذلك برامج البكالوريوس التي تستمر تقريبا 4 سنوات، بالإضافة إلى المسار الثاني وهو قبول عدد من الطلبة في الترم القادم بمشيئة الله. والمستدامة تعني أن احنا مستديمين في تقديم مثل هذه البرامج. تم اختيار الجامعة السعودية الإلكترونية لأنها تلبي رغبات عدد من المستفيدين المتوزعين على مناطق المملكة التي تمكنهم من الدراسة عن بعد من في أكثر البرامج. لا شك أن هناك بعض البرامج الحضورية، ولكن وجود مثل هذه البرامج التي تقدم عن بعد تمكنهم من الحصول على المؤهل الدراسي من جامعة حكومية معتمدة بدون مشقة الانتقال من منطقة إلى منطقة أخرى. كذلك الصندوق يسعى بتعاون مع جهات أخرى إلى تمكين المستفيدين في برامج تعليمية وتدريبية متعددة، وهذا هو المقصود في المستدام، لأن التعليم هو أمر مستدام، وحريصين جدا على أن يكون أبناء المستفيدين يحصلون على المؤهل اللازم
بشكل دائم ولله الحمد. هل في نية، يعني فهمت من حديثك كما ذكرت أنه عبر الجامعة السعودية الإلكترونية، هل بيكون في أي برنامج مستقبلا لابتعاث هؤلاء خارجيا؟ الابتعاث الخارجي هو يخضع إلى نظام الابتعاث الخارجي في الدولة، حريصين جدا على أن احنا نمكنهم في برامج ما بعد الثانوي، لا سيما مثل هذه البرامج هي مخصصة لخريجي طلبة الثانوي، وبالتالي نحن حريصين على حتى أخواننا المصابين اللي أنهيت خدماتهم العسكرية بعد الإصابة أن يحصلوا على المؤهل اللازم والذي ينافس في الصندوق للحصول على وظائف تناسب قدراتهم بعد الإصابة. نعم. الابتعاث نعم هو جزء الحقيقة من برامجنا، ولكن احنا تركيزنا اكثر على البرامج ما بعد المرحلة الثانوية. وكيف يمكن خلينا نقول اليوم ابناء الشهداء والمصابين والأسرى المفقودين كيف لهم ان يستفيدوا من هذه المبادرة؟ هذا سؤال جميل الحقيقة، انه دائما نحرص على ان المستفيدين يتأكدوا من اكتمال بياناتهم وتفعيل حساباتهم ضمن الصندوق من خلال منصة شهم. عند اكتمال البيانات سيصدر لكل مستفيد بطاقة اسمها بطاقة شهم، تصدر لهم في المحفظة الإلكترونية في توكلنا. إذا حصلوا على هذه البطاقة بالإمكان أو ما عليهم إلا أن يتقدموا إلى الجامعة السعودية الإلكترونية للبرنامج الذي يناسب مؤهلاتهم وقدراتهم ورغباتهم، ويتقدموا إلى الصندوق من خلال منصة شهم بتسجيل هذه الرغبة. نعم. في الخانة المناسبة التي وضعت من أجل هذا الغرض. شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد أبو عباه، مدير عام إدارة المستفيدين بصندوق الشهداء والمصابين والمفقودين، متحدثا عن المنحة التي قدمه البرنامج الذي أطلقوه هو تكريم وتعليم لمستفيدي الصندوق. بعد الفاصل لنعود.